وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا. رجعنا لكم تاني في أول حلقة في الموسم الخامس من فيونكا وبيبيون. النهاردة هنتكلم عن قصص نجاح، بس قصص كفاح، بس بدأوا من الصفر لحد ما وصلوا معانا لغاية النهاردة. النهاردة يعني نجحوا أو بداية نجاحهم أو مكملين مسيرتهم في النجاح. عايزة أقول لكم حاجة، دايما القبيح بيشوف في الجمال تحديا له، والغبي في الذكاء عدوان ليه. أسوأ حاجة الفاشل، بيشوف نجاح الآخرين تهديد لشخصيته وتهديد ليه هو شخصيا، فزاع لاستمراريته. عايزة أقول لكم على حاجة، كل إنجاز فينا بيتطلب مننا مجازفة. لو خسرت ما تخافش، لأن أنت مش بتخسر كل حاجة، كفاية أن أنت بتتعلم دروس من كل خطوة. مش هتضل الطريق أبدا طول ما أنت بتحترم ذاتك، بتحترم الآخرين، بتتحمل مسؤولية كل حاجة أنت بتعملها عشان تقدر توصل للي أنت عايزه. أهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات فيونكا وبيبيون، وهقول لكم تاني بجد وحشتوني جدا. رجعنا من أجازتنا الحلوة، يا رب تكون أجازة حلوة علينا وعليكم، وإن شاء الله الموسم ده يكون ناجح زي المواسم اللي فاتت. والنهاردة معانا أول قصة نجاح، هي أميرة الششتاوي، عاملة دوشة جامدة جدا. تسمع سيرة الأطفال حضانة يعني تكلمني على مش عارفة ليه. ازيك يا أميرة؟ الحمد لله. عاملة إيه يا أميرة؟ الحمد لله. طبعا أنا بجد عايزة أسمع كتير قوي أكتر ما أتكلم معاكي في الفقرة دي. حاسة إن أنتي عندك حاجات كتير قوي جواكي. انتي مش حضانة عادية ولادنا بينزلوا فيها علشان مامي في الشغل وبابي في الشغل. لا لا، انتي عندك فكر وموضوع. جبتي الفكرة الأول منين؟ يعني ايه اللي خلاكي تقولي انا هفتح حضانة؟ اهلا بيكي الأول، نورتيني، ربنا يخليكي. أول حاجة خالص كنت بفكر أنزل بنتي حضانة عادي زي أي أم، عندي شغلي وعندي حياتي العادية، بفكر أنزل بنتي حضانة. اتفرجت على أماكن كتير وفجأة لأ، أنا مش هنزل بنتي حضانة، أنا هفتح حضانة. حلو ده. انا اساسا من الاساس مدرسه، ومريت بتجارب كتير جدا في حياتي في شغل كتير، وكل حاجه كنت بعدي عليها كنت بتعلم منها كتير جدا. حلو ده جدا. قررت فتحت الحضانه، بس بدات بقى يعني الموضوع. بنتك صاحبه الفضل. اه، تحيه لبنتك في الحلقه دي. دي كانت النقطه البدايه، وانقلب الموضوع تماما، انه بقى دراسه وبقى فكر، وبقى بقيت ادور على اي حاجه تخص الحضانه واعملها، اي فكره جديده اشتغل عليها، اي نشاط بيتعمل في اي حضانه في الدنيا بشتغل عليه. لا انتي لما كوكتيل لميت بقى كل حاجه، رائع. وكل حاجه جديده بتظهر لازم تبقى عندي، او بحاول اسعى ان هي تبقى عندي، ان كانت حاجه تبقى مادياتها عاليه شويه دلوقتي فباجلها شويه وببتدي اعملها بعدين، او بعملها فورا لو الامكانيات تسمح. جميل. بس ده بالنسبه للفكره. طيب نتكلم بقى عن المنهجيه اللي انتي شغاله بيها. انتي فاهمه كويس جدا، دارسه كويس جدا، بتطبقي خطه. بتجيبي بقى المنهجيه والفكر اللي انتي هتقدميه للولاد ده ازاي؟ يعني بتختاريه على اي اساس كمان؟ بصي، احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن ازاي الام تختار حضانه، فنقطه المنهج دي من ضمن النقط. جميل. مش ده الاساس. مش ده الاساس اللي انا انزل ابني عشانه حضانه وابقى اقول يلا هم بينزلوا منهج معين فانا هروح بقى عشانه، لا طبعا. انا بتكلم على نقط كتير جدا لازم اشتغل عليها، والام لازم تبقى عارفاها كويس جدا هي تنزل ابنها حضانه. اول حاجه بختار المكان يكون قريب من بيتي. تاني حاجه لازم تكون المكان ده نظيف، والناس اللي فيه نظاف، والناس وريحته حلوه وداخل له شمس. تالت حاجه المكان لازم يكون الاكل بتاعه نظيف ومعمول بعنايه. رابع حاجه المنهج ده حاجه بسيطه قوي من ضمن الحاجات من اللي ضمن بفكر فيها، كله على بس بعض. المناهج اللي بتقدم في مناهج كتيره جدا. انا عندي في الحضانه منهج المنصوري، وعندي انا بقى بجمع المنهج اللي بره المنصوري. هنتكلم عن المنصوري ده لوحده. جزء لوحده. بجمع مناهج من كل حته، وبعمل من منهج خاص بيا لوحدي. اوكي. بجيب جزء من ماكمان على اوكسفورد على من كذا اتجاه. هنقف هنا وبجمع. هنقف هنا، هنطلع فاصل صغير جدا وراجعين لكم تاني.
عايزين نركز بقى جدا، عشان احنا دلوقتي هنقول لكل ام تختار الحضانه ازاي. احنا قلنا اول حاجه ان مش المنهج الشيء الاساسي اللي الام لازم تكون مركزه فيه او تختار على اساسه، مش مقياس، مش مش مقياس. مقياس ان الام تختار حضانه على اساس ان المنهج بتاعها قوي او ضعيف. فاحنا قلنا ان احنا المناهج مختلفه كتير، واي حضانه هتعمل اي منهج هيبقى كويس، بس بيضاف عليه بعض الحاجات كده بتاعه الانترفيو بتاعه المدارس اللي احنا متعودين عليها في مصر. اللي احنا متعقدين منها في مصر، مش متعودين لا عليها. اتعودنا خلاص. بس بتبقى معاناه. الماميز بتبقى رايحه في امتحان كانه امتحان الثانويه العامه بتاعها كده بقى بالظبط. صعب جدا، الموضوع بقى كبير قوي، ده عايز حلقه لوحده اصلا بالظبط. موضوع انترفيو المدارس. فاحنا بنتكلم ان المنهج مش مقياس، بس كده كده الاطفال هيتعلموا وهيعرفوا حاجات. احنا بنيجي قبل ما بيروح الطفل الانترفيو بنبتدي نشد شويه، بنشتغل عليه اكتر في بعض الحاجات، لكن الطفل انزله حضانه عشان منهج لا مش مقياس. تمام. فاحنا دلوقتي مش بنحدد منهج معين، بنجمع كذا كذا منهج وبنعمل لينا بوكلت خاص بينا، كل شهر شطورة. عندنا منهج وعندنا تيم معين وعندنا بلان بيمشوا عليها التيتشر الموجودين، ولازم تتعامل الخطه اللي محطوطه ولازم يمشوا عليها مظبوط. عارفة ان انتي حتى تون صوتك اعطيني احساس ان انتي شخص ليدر، يعني ربنا يخليكي. والله يعني عارفة كده، يعني عارفة يعني في لا متوني والله كده، ده انا بس لطيفة خالص معاهم. لا لطافة حاجة، وان انتي تكوني عارفة تديري حاجة دي ملكة تانية خالص، ربنا يخليكي. فهي انا حاساها موجودة. ميرسي. انتي كمان بتدرسي للتيتشر اللي عندك. بديهم تربية إيجابية، أنا بدرس وبدرس، أنا عاجبني بدرس بقى، انا وبدرسهم. بحب الناس دي قوي، بشتغل الناس على اللي ما نفسي جدا. بتقولش انا خلاص بعلم فانا خلاص بقيت ومازلت معلمة. والحاجات اللي بدرسها بعيدها تاني كذا مرة، وبقعد أعيد فيها أكتر من مرة عشان أتمكن منها، لما يجي لي مدرسة تسألني سؤال أو حاجة يبقى عندي الإجابة ليها. فأنا بعمل ده وبنقله دايركت للتيتشر بتوعي في ميتنج، في أي حاجة بنقعد نعمل محاضرة معينة أو أي حاجة. طبعا انتي بس بتذاكري على طول. ده اللي على طول. انا تلاقيني هغششهم حتى أنا كمان. هقول لهم، عشان انتوا عارفين طبعا انا وحشني ان انا افتن على الضيوف بتوعي قبل الهوا، ماسكين بقى سكريبت كده وهي شغاله وهنتكلم في ايه وانا عامله منهجيه ايه، وعندها كم انشطه بسم الله ما شاء الله. عاجبني دماغك ربنا يعني يخليك. بجد. انا يعني حاسه ان النيرسري دي لا مش انا نازله بضيع وقت ولادي او حتى بعلم ولادي، او لا انا بعمل حاجات كتير لولادي. أكيد. طيب انت متميزه شويه في موضوع الانشطه. الانشطه بتتقدم في انشطه كتيره جدا. احنا بنقدم ميوزك، اوكي. بيبقى في تيتشر بتيجي تدي ميوزك للاطفال، والتيتشر بتاعت الميوزك للاطفال التودلرز الصغيرين غير الاطفال الكبار، فدي ليها حد وده ليه حد، او ليه طريقه وده ليه طريقه. في فتنس، في تنس، في جمباز، في زومبا. مش لازم كل الحضانات يبقى فيها الكلام ده، انا بقول الحاجات اللي بتقدم من عندي ومش بعملها اللي هو يعني اجباري على كل الناس ان هي تبقى عندها، بس انا بتكلم ان دي حاجات لطيفه الولاد، بتنشط لهم ذهنهم، بتنشط لهم جسمهم، وبتقوي عضلاتهم كويس جدا. وكمان تنميه المهارات، تنميه المهارات بتشتغل عليها كويس جدا عشان بتقوي عضلات جسم الطفل، وبتقوي عضلات ايده كمان، لان الاطفال الصغيرين احنا عارفين ان التودلرز دول اكتر حاجه عندهم بيشتغلوا بايديهم ومخهم، مش عايزين يسمعوا بس، مش عايزين يمسكوا قلم ويكتبوا خلاص، لا ودي هم اكتر عايزين حاجه يلعبوا. هم بيستوعبوها، لما بيكتب بيبقى قادر بيتعلم عن طريق يستوعب اللعب، اكتر. تعلم الطفل الصغير ده عن طريق اللعب. انا الطفل بالنسبه لي عامل زي الاسفنجه، كل ما اديله هياخد، كل ما اديله هياخد، بس مش هينفع ياخد بطريقه هو مش حاببها، صح. لازم يبقى حابب الطريقه اللي تقدم ليه. وده اللي بيطلع منه الامهات اللي بتقول ده عنادي جدا، ده مش عايز يذاكر، ده مش عايز يروح الطريقه انت قدمتيها الحضانه. له ازاي؟ على بالظبط. فكره اكتر الحاجات المشاكل اللي بتيجي عمرها ما بتبقى من الطفل، الاساس الام او هما المدرسه. السبب. صدقيني ايوه صح، يعني عندك حق. انا فعليا لما حتى بعد ما درست كمان انا غيرت في نفسي وما زلت بغير، بس مش بنتغير 100% اكيد. في ثانيه، لا احنا بناخد وقت على ما بنتغير من درجه لدرجه ثانيه. بس انا بتكلم ان فعليا فعليا احنا او المدرسين هم السبب. لو مدرسه شاطره والله بتشتغل على برافو عليك، نفسها. شابوه بجد اميره، ربنا بجد يخليكي. والله. يعني مش من النادر ان حد يطلع يقول لا 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 انا السبب، خالص، لا لا بيقول لك احنا ممكن نبقى الاطفال. فعلا كان عندنا حاجات سابقه قبل كده كنا بنعملها غلط، وبدانا لما درسنا وتعلمنا وفهمنا لا بنغير فورا، ولازم نغير، لان احنا لو ما غيرناش هيجي غيرنا يغير، فانا هيبقى ايه سابقني ده، ناس قبلي. ايه ده، انت بتقولي شعر يا امير. بس فعلا الدرجه دي. لو هي يعني كل واحد فينا لو ما طلعش اللي جواه واتعلم جديد وطور من نفسه وطور من شغله، الجيل اللي جاي هيندمني ان انا ما اشتغلتش على نفسي. تيجي حضانه مثلا بعدي لسه فاتحه بقى لها مثلا 3 4 ايام تسبقني عشان انا تتضايقي بقى قاعده، تقولي بنت لا امبارح طبعا. بقى طلعت. لا لازم ابقى يعني ملمه بالجديد، حلو ان انت غيوره اوير على بكل شغلك حاجه. كمان. طبعا غيوره طبعا. جدا، بس مش غيوره للمنافسه لا غيوره ان انا السيئه، ابقى لا انا موجوده. بحب دايما ما اشوفش حاجه في حضانه تبقى مش عندي. برافو عليكي. ما لو انا مش دي غيره قادره ناجحه، ماديا هحاول دي بس. غيره ناجحه، برافو عليكي. بس
طيب طبعا بما ان المامي بتعمل مشاكل كتير في البيت مع البيبي اكيد بتعمل مشاكل كتير جدا معاكي، يعني انت ممكن تكوني بتعاني شويه من بعض الامهات من خوفهم الزايد، من تسلطهم شويه، شايفه ابنها ما بيغلطش وبيعمل كل حاجه. طبعا كلنا عندنا المشاكل دي في اختي، اخويا، في الناس اللي حوالينا. جيتي عند نقطة انا جايه عند قوية الجرح جدا. دلوقتي بالظبط كده. بصي أنا بقالي 6 سنين الحمد لله فاتحة حضانة، وقبلها بكتير اتعاملت مع ناس كتير جدا، كل شخص بتقعدي معاه له طريقة مختلفة طبعا وليه طباع مختلفة. وفي أم تيجي تقولي أنا مهتمة جدا بالنظافة، وأم مهووسة بالمنهج، وأم مهووسة بالمنصوري، وأم كل حد بيبقى ليه لميوله هو واهتمامات. ميوله. أنا بقى حضانة لازم يبقى عندي كل ده، لازم يبقى عندي نظافة كويس، لازم يبقى عندي المكان اللي أولادها بتبقى عايزة أنشطة، عايزة أولادها يبقوا يستمتعوا طول الوقت، يلعبوا طول الوقت، في حد تاني عايز منهج وعايز انترفيو وعايز ابنها تبقى يطلع جينيوس، مش ممكن، عايزة كده. أنا لازم أوفر على الاقل 90% من اللي هي عايزاه، وان كان ما كانش 100% من اللي هي عايزاه، لان انا بقابل كتير من الامهات، فلازم ابقى ملمه بكل الامهات دي، بقابل كتير جدا. طبعا والام اللي تبقى عايزه تتكلم في مشكله معينه ولازم اتكلم معاها واقعد معاها وفعلا اوصل معاها لنقطه حل، مش حل ضد الحضانه، اكيد لازم يبقى حل مع الحضانه، وهي لازم تبقى مقتنعه معايا 100% ان انا بصلح وان انا معاكي مش ضدك. اكيد. دي نقطه مهمه طيب جدا. الامهات بقى اللي ما بتشوفش ولادها غلطانين بنتعامل معاها ازاي؟ لا لا دي بقف معاها، لا دي ما لا بتمشيش معايا يا جماعه، لازم، لا منفعله، بتكلم، هي منفعله. بتكلم معاها وبكلمها في التليفون ولازم اقابلها، او بكلم معاها مكالمه تليفونيه، لان انا عندي سوبرفايزر وسوبرفيجن بيعملوا ده من خلال مكالمه تليفون. لو الموضوع في مكالمه تليفون مش بيسمح بيبقى في مقابله، بنتكلم معاها وبنحاول نوصل لها لنقطه ان في خطأ، في خطأ عند الام، في خطأ، سوري، في خطأ عند الطفل، فاحنا لازم نشوف الخطأ ده بدايته ايه. ممكن تكون البدايه اصلا من البيت واحنا مش حاسين، وهي مش حاسه، هي فاكره ان احنا جايبينها ده جميل ولطيف وكل حاجه ماشيه مظبوط وهي كده، لا كل الاطفال زي بعض. لا طبعا بنقف عندها وبنتكلم معاها لحد ما بنوصل، مش بقولها لها بطريقه وحشه ابدا، اكيد طبعا ولا اكيد. بقولها لها بطريقه تزعلها، ولا بقولها تعالي هنا انت ابنك كذا وكذا 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 وكذا، لا ما هي مش هتقدر. عارفه اللي هو بقبل اي حاجه اقولها على ابني وما اقبلش حد يتكلم عنه، ده دي بتحصل كتير، بس لازم اقولها لها بطريقه لطيفه واوصلها المعلومه عشان ابدا في الاخر احل. انا عايزه احل مش عايزه اعمل حاجه انت تانيه. جميله اميره ميرسي والله العظيم، ميرسي خالص انا والله، مبسوطه جدا بالفقره دي وبكمل الطاقه الايجابيه اللي عندك. ميرسي ميرسي يا شكرا مروه ليكي، والله، هتيجي بناخد تاني منك وهتكلمينا تاني. بناخد منك الطاقة حبيبتي فعلا. ربنا يخليكي، ميرسي نورتينا ليكي، النهارده ميرسي. بجد، واكيد كل الامهات استفادت. عند اميره على البيج فيديوهات بقى مهمه جدا 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 لكل ام، بتقول لكم حاجات كتيره جدا انتم محتاجينها ملخصه، وهي مشكوره ملخصه الموضوع في فيديوهات لطيفه جدا. تابعوها على الفيسبوك بتاعها، واي حاجه اتصلوا قولوا كلمه السر في يونكا بيبيون. هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني بقصه نجاح جديده، واستنوا. معانا ضيفة دلوقتي من أول اسمها هو اسم سينمائي، هي فنانة كده، تحسوا إن هي فنانة في نفسها، ذوقها عالي جدا كشغل وذوقها عالي جدا كشخص، بجد أنا متفاجئة بيها جدا. معانا خلود خالد، هي بقت متخصصة في الديكوباج اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، هنرحب بيها في الأول وهتقول لنا هو إيه الديكوباج سريعا، وندخل بقى في اللي أنتِ عاملاه عشان احنا معانا ثروة. معانا ثروة في المكان. أخبارك إيه يا خلود؟ الحمد لله بجد أنتِ جميلة خالص، يعني ميرسي، الرئة ربنا باينة يا جماعة والله. تسلمي يا رب، تسلمي. سريعا إيه هو الديكوباج؟ بصي، هو فن من أيام القرن ال 12، أول ما اتوجد في الصين بقوا يستخدموا قصائص الورق والمجلات، يحطوها على الفوانيس وعلى الحاجات القديمه، يعني هم مسمينه فن الفقراء، اللي كانوا بيجددوا بيه الحاجات اللي هي. ده انت عارفه تاريخه يا خلود. طبعا. انت جايباه من زمان قوي. انا احب احب الـ الـ انا بحب جدا الهاند ميد، تمام، بس بحب قوي اوصل لاصول الحاجه. موهبه تمام، لازم تكون موجوده، بس لازم تعرفي اصل الحاجه اللي انت هتبداي تبدعي فيها. تمام، فانا حبيت قوي بدأتي موضوع بقى تبدعي من هنا. بجد يعني كان انا رحله عذاب عشان لا بس اوصل بجد فظيعه الحاجه، الوان، ميرسي، تداخل ربنا الالوان مع يخليك. بعض، في ماتشنج فظيع في الحاجه، انا جميله جميله ليكي جميله. عندي مفاجاه حلوه. عملتي مفاجاه
الحمد لله ان هي ما قدمتهاش قبل الهوا جوه الهوا، لان انا طبعا كنت انا عامله خفت هستيريا برضو من بره. الرياكشن بتاعك. هي خافت من رد فعلي فهي اديتها لي بره، بس انا لسه سعيده لغايه دلوقتي. بصوا هي جميله طبعا، كلكم عارفين انا كنت اخده اجازه عشان اتجوز، هي عملت لي انا وجوزي طبعا بحييه وحشتنا والله. عملت لي دي هديه علشان تهدينا بيها النهارده، عشان هي بجد حد ذوق جدا، هستغلها وهخليكي تقولي لي اتعملت ازاي، يعني عملتي ايه عشان تطلعي بالنتيجه دي. كمثلا كرحله الشغل لا يعني بتاعتي حاجه ولا زي كده، انا ازاي اقدر اوصل للريزوليوشن كده، الفينش كده، يعني الشيك جميله. اساسيات الشغل لازم ابقى مركزه قوي على الخامات. في ناس ما بتهتمش بالخامه ولا الكواليتي بتاع الحاجه ولا بتهتم، يقول لك مش مشكله احنا عايزين نطلع منتج تمام. واهم حاجه عندي المكسب يبقى ايه، سريع، المكسب اقل تكلفه. لكن انا بقى كنت حابه اكون مختلفه في الموضوع ده، ان انا اركز قوي على الكواليتي. صورك كمان هتظهر معانا دلوقتي، فهنربط بقى اللي انت بتقوليه بكم الابداعات اللي انت عاملاها. بصي انا حبيت ان انا اجرب كل الخامات اللي موجوده لحد ما اوصل يعني للزتونه زي ما بيقولوا تمام، عشان اعرف الفرق. انت حساكي يعني مش عارفه ده احساس صح ولا لا، بس انا هقول لك احساسي، ان انت ما بداتيهاش كبزنس، انت بداتيها كحاجه جديده نفسك تعمليها، صح كده؟ بالظبط، انا بداتها هوايه وانا بصرف على هوايتي دي. اللي يبدا ان انا عايزه اصلا عايزه اعمل بوكس واطلعه عشان اكسب فلوس كتير، لا هتفشلي من الاول. لكن هي وجود ان هوايه عندي اصرف عليها مش مشكله، بس هلاقي عائد في الاخر، هلاقي حتى لو ما جاليش فلوس، بس هلاقي روح، هلاقي طاقه سلبيه بتطلع في الشغل. عايزه اقول لك مثلا يبقى البيت يضرب يقلب، الولاد مجننني، خلاص سيبوني لو سمحتوا، انا هطلع حتى دلوقتي في اي بوكس جديد. عامله ركن صغير بتاعي ده ورشه ماما معروفه بادواتي بحاجتي، حتى أدخل. اسم الشغل مامي بتاعك مفتكسة. مامي مفتكسة رائع يعني جدا. الافتكاسات بقى اللي انا بعملها. احنا كل ما بنتكلم جوه عن حاجه فضلت تطلع لنا طبعا حاجات، في حاجات حلوه كتير جدا. بصوا هي تقريبا كل الحاجات المكسره الوحشه اللي احنا بنرميها في البيت هي بتستخدمها، لا بتطلع وكمان منها حاجات جديده تبلوهات. يعني في بوكس خشب، يعني انا جايبه لك برده الحاجه قبل وبعد بس عشان الناس انا تشوف يعني انا معجبه بالحاجات اللي كان ملهاش استخدام، وعملنا اعاده تدوير طلعنا منها بتابلوهات فنيه بصراحه. كان حاجه بقى الافتكاسه كلميني فعلا. بقى يعني معلش يا جماعه، انتوا عارفين انا بحب اتحرك. ده يا جماعه اللي هو بتاع الشيشه، حجر الشيشه ده اللي فوق ده، وده كوز حلبه اللي هو بيزرعوا فيه الحلبه، كوز حلبه جمعنا اسم غريب كوز الحلبه على حجر الشيشه طلعنا بده. ده بقى النتيجه بقت ايه؟ بصي هو كتحفه، انت لو شفتيه الاول هو واحده كده تحسين ممكن نحاس مثلا، حاجه كده عتيقه يعني. بالظبط ده ملوش دعوه بالديكوباج، الناس بيختلط عليه الامر ما بين التعتيق والتبطين والديكوباج. الديكوباج اللي هو انا قص يعني قص ولزق، بس مش قص ولزق اللي هو يعني بلطخ الصوره وخلاص تمام، لا في ليه اصول، ازاي اللي انا ادمج الحاجه، ازاي اخلي مثلا الصوره طالعه تحس ان هي مش صوره مش مزوقه، ده حاجه مطبوعه، ده حاجه انا حسيتها رسم حقيقي. انا اول ما شفتها هي الريزوليوشن بتاعها، انا على فكره ما بعرفش ارسم خالص الالوان. ما انا خالص. دي كنت هقول لكم ان هي ومش دراستي يعني، انا اصلا اخصائيه تحاليل ومعايا دبلومه في البايو كيمستري، فيعني دماغي ضفتي نو كومنت. دي قصص الكفاح يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيها، مالكوش دعوه انتوا دارسين ايه ولا الزمن عمل فيكوا ايه، طلعوا الحاجات الحلوه. عايزه اقول لك انا اول ما بنتي ان شاء الله تنزل الحضانه هرجع تاني لشغلي، فهيبقى ده هوايتي. انت لسه ما رجعتيش؟ لا هرجع لشغلي اساسي. هرجع لكم، خلي بالكم دي راجعه، بنوتتها يعني نازله وهي راجعه. انا بقى بحب ادور على الحاجه المختلفه، يعني مثلا وانا عند الراجل بتاع الفخار بجيب منه كوس حلبه، فاكيد انت هتزرعي حلبه، بتجيبي منه حجر شيشه ف بيبص لي بصه مش كده لطيفه. كده. طب هو مش متخيل ان هي في الاخر هتطلع ده. طبعا. ده قوالب سيليكون. طبعا بشكر البنوته الجميله اللي هي بتعمل لي القوالب السيليكون ده، معمول هاند ميد على فكره. اوكي. تحس ان هو مستورد. ده كده. والصور برضو ده فرع شجرها. ده اللي انا عامله عليه. البنوته دي جميله قوي برضو. جدا. ميرسي ايناس، ميرسي جدا يا ايناس. ايناس بجد والله بحييكي. وفي بنوته كمان مع بعض تطلعي لها موهبتك. ارسل لها 100 بوسه. ساره صاحبتي حبيبتي اللي بتطبع لي بقى الصور دي، بتطبع على ورق كلك زي كده. تمام. ورق الخرايط الشفاف ده بقى اللي بنعمل بيه الشغل كله. انا بحبه جدا جدا ده. جدا. ريزوليوشن حلو قوي. بصوا يا جماعه ده الورق اللي هي بتطبعه على
البوكس مثلا هو من الخشب او كده. الاصل في الشغل الديكوباج اللي هو المناديل، دي مناديل السفره مناديل. العاديه دي مناديل السفره دي مناديل مستورده اللي هي اللي هي المناديل المطبوعه. اوكي ده ايه بقى بنقصقص انا بس خرموها المفروض انا عاملاها على صابون كمان بس ما عرفتش اجيب صابون كمان ديكوباج. اوكي كنت باخد الصوره بلزقها على الحاجه بس بحس يعني مثلا في الماج الفنجان ده ده المفروض برضو منديل يعني اللي يشوفه انت اللي عامله ده مع ان هو لا ده زي ده وانت لازقه ده. طب على فكره الطقمر دي رخيصه جدا يعني لو حد عايز يجيب طقم برقم خزعبلي وتقول لك لا معيش فلوس قبل الجواز فاحنا ممكن نعمل الافكار دي هتبقى شيك جدا. ممكن كمان نعمل الالوان على الديكور بتاع البيت. هو بس في ملحوظه ان الناس كتير فاكره ان الموضوع انا بلون وبضرب. لا طبعا ممكن لو سمحتي تجيبي لي فيون كاب بيون كده عشان انا مش قادره برده اسيب هديتي الثانيه يا جماعه. بصوا بجد والله العظيم ذوقها فظيع. بصوا بقى يعني دي بجد احلى هديه النهارده. طبعا ضيوفي كلهم هديه بالنسبه لي بس فيون كاب بيون الموسم الخامس ان احنا نبتدي اول حلقه كده. بجد مبسوطه جدا 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 بالحلقه النهارده. انت جميله خلود. ميرسي. شكرا ليكي خلود بجد شغلك روعه. هتعملي اوفر لفيون كاب بيون اللي هيتواصل معاكي على البيت. طبعا عارفين كلمه السر اتصلوا بكل ضيوفنا قولوا فيون كاب بيون واللي يزعلكم كلموني. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني معانا قصه نجاح جديده بس مختلفه. قصة النجاح الثالثة اللي معانا النهاردة بجد ستات ناجحة جدا على فكرة كلهم ما لهمش علاقة بدراستهم كلهم عندهم بيت وأسرة وأولاد يعني ما حدش يقول أنا مش عارف أبدأ. معانا النهاردة شاهي. ازيك يا شاهي؟ عاملة إيه؟ الحمد لله برضه. أنت عاملة إحنا ضيوفنا النهاردة كلهم عاملين دوشة. أيوه عاملة دوشة. أنت تقريبا حتى الصور بتاعتك هتظهر معانا دلوقتي. أنت بتعملي بهجة للبنت. طبعاً كلنا عارفين ان احنا عندنا مشاكل الشعر بتعمل للبنت نفسيه مش ظريفه خالص. اكيد احنا في الاول هنرحب بيكي كالعاده بس عشان انا ببقى عايزه اطلع منكم معلومات فتلاقيني بدخل على طول. اهلا بيكي يا مرام. قولي لي الاول البيوتي سنتر بتاعك بتقدمي فيه ايه؟ البيوتي سنتر بتاعي شامل كل حاجه يعني تنظيف بشره صبغات بروتين تجهيز عروسه كامله جدا. الميك اب بيعجبني جدا الصور اللي جات لنا كمان ان انت بتختاري اللون على البشره يعني اكيد طبعا بس هو بيبقى فيه بس نقطه يعني عايزه اتكلم فيها العرايس شكلها شايله منكم. لا بجد العرايس يعني في عروسه متعبه وفي عروسه ممكن تقول لك اعملي لي زي ما انت شايفه يعني على حسب بشرتها. والله العظيم انا ما كنتش متعبه خالص انا بقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه. بالظبط انا بحب جدا العروسه اللي تيجي تقول لي انا مسلمه لك نفسي. حلو وفعلا في كتير بيدخلوا لي يقولوا لي انا مسلمه لك نفسي. طالما وثقت فيكي وشفت صورك اقتنعت بشغلك او سمعت عن سمعتك فانا اجي اسيبك. هو اهم حاجه الثقه. بالظبط. يعني بالزبط. اهم حاجه العروسه تبقى جايه المكان واثقه في شغلي. بالظبط. فبجد ببقى مطلعه شغل هايل. اصل يعني عارفه هي نسبه وتناسب. تمام. انت عايزه تطلعي العروسه احلى عروسه في الدنيا. أكيد عشان طبعا. ده شغلك والعروسه عايزه تطلع حلوه علشان يومها. دي حاجه بتفرحني جدا. بالزبط. على فكره. بالزبط. جدا يعني لما العروسه تطلع من تحت ايدي مبسوطه انا ببقى سعيده. اكيد مهما كنت تعبانه. طبعا صح كده. طبعا انا تعبي ده بيبقى مفرحني على فكره مش مزعلني خالص ومهما بشتغل انا ببقى مبسوطه. برافو عليكي. يعني لا انت باين ان مفيش حاجه بتضايقني. متفائله. انا بحبهم بصراحه عملائي كلهم يطلعوا من عندي مبسوطين. حلو جدا. لان لو العروسه طلعت مبسوطه طبعا هتقول لصاحبتها هتقول لقريبتها فهتعمل لي شغل كويس. فدي حاجه بتبسطني بصراحه. تعالي بقى نشوف الثقه اللي انت اديتيها للناس جت منين. هنتفرج مع بعض دلوقتي على الصور. صور بجد انا مبسوطه جدا. احنا طبعا ما فيش وشوش باينه خالص. احنا بنتكلم عن الالوان والشعر والبروتين وافتر وبيفور للبروتين والفيلر والحاجات اللي طالعه جديد. كلميني بقى عن البروتين والفيلر شويه كده. البروتين بتيجي مثلا واحده عايزه بصراحه بتبقى هلكه شعرها جدا من حاجات كانت
طالعه ما هي زي برضو ساعات زي بتبقى غصب عنها، يعني بيبقى ساعات غصب عنها. بتبقى رايحه مبسوطه بس انها احنا بقى هتعمل. بنبقى بصراحه بنشوف حاجه يعني ايه. هي بتبقى جايه الشعرايه تعبانه تعبانه جدا يعني، وعايزه تطلع حاجه كويسه، فطبعا ببقى شايفه المناسب ليها. جميل. هل ده ينفع بروتين، ينفع بوتكس؟ البوتكس معالج بعد البروتين. جميل. يعني لو الشعراية هلكنة انا بستخدم البوتكس. اوكي. لو الشعراية ماسكة نفسها وحلوة، ماسكة نفسها وحلوة، بستخدم تبقى البروتين. جميل. بس في نقطة بقى عايزة اتكلم فيها. اتفضلي، انت في شكلك شايلة البروتين كتير. بصراحة. شايلة كتير يا لا شيخ. بجد في ناس واخدة فكرة سيئة جدا عن البروتين. طب قول. البروتين يا جماعة يعني حاجة كويسة جدا على فكرة، مش وحشة خالص. ما حدش قال عليه حاجة. يعني انا بحب اشتغل في البروتين، المهم الضمير عندي بصراحة. أكيد. أنا ضمير ببقى شايفة الواحدة يعني زعلانة جدا على شعرها. أكيد. أصل بصي، هو يعني ماليش دعوة بقى محجبة ولا بشعر، ماليش دعوة بالكلام ده. هو يعني أنا ببص في المراية ألاقي نفسي مبسوطة من حالتي النفسية، من شعري، من أكيد. شكلي، من وشي، أكيد. من ولما كل بتطلع الكلام ده. مبسوطة أنا ببقى مبسوطة جدا. أكيد يعني طبعا. لو واقفة حتى اليوم كله 12 ساعة بس مثلا على بصراحة رجلي، هو شغلة متعبة جدا هي متعبة بصراحة. بس بصراحة العميلة بتبقى طالعة مبسوطة بجد بجد، أنا من جوايا ما بحسش بأي تعب حبيبتي. بجد، ما بحسش بأي تعب. جميل. فمش عايزة ناس تاخد فكرة وحشة عن البروتين. البروتين شغله لا، حلو البروتين جدا لو اشتغلوه صح ودرجة الحرارة بتاعت البيبيليز بالظبط. مظبوطة. الضمير أهم حاجة في بالظبط. الشغل أظن إن الشغل بيبقى تمام جدا والنتائج بتبقى حلوة جدا كمان. جدا. الحمد لله الحمد لله، دي ثقة يعني. عملائي كلهم الحمد لله مبسوطين جدا لا من انت شغلي. صورك باينه يا شادي، مش هنهزر، ربنا ده يخليك احنا يا مروه، يعني عاملين كده اختراعات تقريبا، راحوا سحر سحر ورجعوا. بالظبط. انا يعني شايفه ان انت حتى الشعر الافريقي قوي جايبه منه نتيجه بحب حلوه. اشتغل فيه جدا. انا اخده بالي، اخده بالي ان انت ماسكه التكه دي. يعني يعني انت بحب اشتغل في الشعر الافريقي جدا، مع انه هو بيبقى تقيل ومتعب، بس بيبان شغل البروتين فيه جدا. يعني غير الشعر الناعم، الشعر الناعم بيبقى ما بيحتاجش بروتين خالص، هو بيبقى عايز بوتكس معالج فيها ياشين تقصيف، فبيبقى عايز البوتكس مش عايز بروتين. في نسبة بسيطة جدا من الفرد بس الأكتر أقل شوية معالج للشعر. أوكي. لأن اللي شعرها ناعم ما بتبقاش محتاجة تفرد شعرها، مالكيش محتاجه تعالجه بس. مالكيش في الحاجات البسيطه بمعنى اصح، انت بتحب الشغل. انا بحب الشغل الجديد. ايوه باين عليك. انا بحب الشغل التقيل جدا. وبحب يعني عملائي يبقوا مبسوطين. دي حاجه عندي انا، مش مهم عندي اي ماده ولا عندي اي حاجه، المهم العميله تبقى طالعه مبسوطه من انتي عندي. مريحه بس والله يا شيخ. يا جماعه انا بجيبهم منين الناس دي؟ لا بجد جميله. قولي لي طبعا، احنا بنبقى جايين مثلا البيتي سنتر داخلين عايزين نعمل لون معين ومصممه عليه، بروتين ومصممه انه بروتين ولا فيلر ولا بوتوكس ولا اي حاجه تانية، داخله مصممه على ميك اب معين، وده في الاخر كله بيؤدي ان انا داخله اعمل غلطه كبيره. بتسيطري ازاي على القصه دي؟ اول حاجه لما يعني بتدخلي عميله بريحها خالص. هي بتقولي مثلا عايزه اعمل كذا، فانا وهي بنتكلم مع بعض. أوكي. يعني بن بن بنوصل لاتفاق. حلو ده. ولا هي تبقى متضايقه ولا انا ابقى متضايقه، يعني تاخد رايي انا اخد رايها. تمام. بنوصل لحاجه معينه وفي الاخر برضو بترتاح. حلو. يعني بتبقى طالعه مبسوطه. فطبعا لازم ابقى اطلع شغلي على حسب نوع البشره اللي قدامي. جميل. سواء كان ميك اب او صبغه. يعني في ناس كتير قوي بتقول لي انا عايزه اعمل جراي، تبقى الشعرايه مهلكه جدا. فما ينفعش خالص. انا بنصحها طبعا، بقول لها الجراي هيهلك شعرك جدا. لما بتكون الشعرايه تستحمل معايا شويه. هي انت ما تقصديش، عشان نوضح لهم بس، هي ما تقصدش الجراي بصفه عام يعني بصفه خاصه؟ لا مش بصفه هي خاصه، تقصد الالوان بصفه عامه. انا بمثل اللي بتشقر، اللي هي بتبقى بلوند قوي. أيوة. او اصفر قوي، فبحس ان الشعرايه مش مستحمله ان هي مثلا تعمل حاجه اوفر قوي. فبنصحها تعمل كذا، فبرضو بتوصل معايا خلاص اوكي انا سايبه لك نفسي. واعملي اللي انت عايزاه. اوكي. فهي الزبونه يعني او العميله بتبقى مرتاحه خلاص بقى. كان انا مرتاحه دلوقتي. انا سلمتك نفسي. ربنا يخليكي. ميرسي يا مروه. انا سلمتك نفسي، اعملي لي اللي انت عايزاه بقى، المهم ان انا اطلع من عندك مبسوطه. جميل جدا. طيب انا ببقى جايه لك، ممكن ابقى انا مش عارفه هعمل ايه
في اي حاجه. تمام. انت بتحسي ان انت بتقدري تقنعي العميله مثلا، او تلاقي مثلا عميله اللي هي متردده جدا بتبقى لا انا ده مش حلو، لا ده هيسمرني، لا ده هيغمقني، بتقدري تسيطري على ده ازاي؟ بصي انا بوصل معاها لاني بوريها شغلي، وبوريها مثلا لو عندي عميله نفس نوع بشرتها اللون اللي هيمشي عليها، اللون اللي هيمشي عليها تمام خلاص بتشوفه، فخلاص بقى خلاص يعني هي بترتاح. على فكره احنا يعني الوحيده النهارده اللي احنا مش محضرين مع بعض اي حاجه ودخلت قعدت على طول، لان انا عارفه انها شاطره جدا في شغلها. فانا طبعا كلهم شاطرين، بس انا قصدي ان تكات الشعر بتبان من ردود كتير يعني. بس انا شايفه كمان ان احنا اكتر حاجه اكتر من شغلك مع العميل اقناعك للعميل. بالظبط صح بالظبط، يعني المهم ان العميل يكون مرتاح. بالظبط دي اهم حاجه عندي. والحمد لله الحمد لله عملائي بيطلعوا من عندي بيجيبوا لي صحابهم اكيد قرايبهم، انا طالما يعني وثقت في المكان خلاص. بالظبط كده، اهم حاجه يجيبوا لك بقى صحابهم ويقولوا لك صاحبتي مثلا عملت فيلر، انا عايز اعمل فيلر. لو هيمشي معاها فيلر اوكي اوكي بعمل لها فيلر. جميل. انت لو مش مقتنعه او مثلا ماشيه معايا الموضوع خلاص اوكي بعمل لها الفيلر. جميل. فبرضو بريحها، واهم حاجه عندي الراحه انا. جميل، برافو عليكي والله. جميل، اصل انا رايحه اغير مود يعني. انا رايحه ابقى مبسوطه. بالظبط. بس انا عايزه اقول لك ان انا بيوتي سنتر كامل يعني تنظيف بشره، ميك اب، الحمد لله متخصصه في كل ده. احنا العادي بتاعنا بس ان احنا موجود عندنا كل بحب الشعر جدا بصراحه يعني. بحس ان يعني ان اللي طالعه من عندي العميله مبسوطه، فانا من جوايا مبسوطه. انا اللي مبسوطه شاهي والله. شكرا ليكي. وطبعا كالعاده احنا كل ضيوفنا بنحب ندبسهم برضو على الهوا، وهتتصلوا بشاهي وتروحوا لها البيوتي سنتر. بالظبط، انا عامله خصم على فكره، خصم فيون كابوتيون هو ايه بالظبط. وهتديكوا خصم ان شاء الله على كل باكج العرايس وعلى كمان البروتين. هنطلع فاصل صغير ونرجع بقى نشتغل مع الفنانين ونعرف بيعملوا ايه. فاصل وراجعين تاني. معانا النهارده بجد فنانه تحسوا ان العيله كلها والبيت كله يعني مكتظ بالفن، يعني الاب مهندس، الاخ خطاط، هي فن يعني في موضوع يعني. الاسره دي غريبه. ازيك يا هاله؟ الحمد لله. انا توهتوني يا هاله، كلكم بتعرفوا تعملوا حاجات كتير حلوه. يعني ممكن تستضيفوني عندكم شويه؟ ربنا يخليكي، تنورينا. اسكندرانيه كمان. تنورينا. ايه هاله بتعملي ايه؟ بصي والله يعني احنا الحمد لله احنا بنعرف نعمل كل حاجه. اخدت بالي يا هاله. الحمد لله. جميله، برافو عليكي. ابتديتي ازاي افتكاسات؟ بصي والله هي الفكره كانت فكره واحده صاحبتنا، هي قلبها جامد كده شويه، اسمها هبه حسن. هبه دي هي قالت لنا احنا بنعمل حاجات. انا شغاله في مدرسه اسمها اليكس ويست. هم اطاحوا لي فرصه ان انا اجرب كل حاجه. جميل بصراحه يعني. بنحييهم طبعا. طبعا. فجربت كل حاجه ولقيت الدنيا ماشيه تمام، بقيت ارسم على الحيطه. بوظتي المدرسه من الاخر. ديسبلاي تمام، كوردور تمام، كل حاجه الحمد لله. حلو ده. بس احنا بنعرف نعمل حاجات مختلفه، فطب ما نجرب بره يعني. بس الفكره جت من كده، فقالت احنا لازم نغيب. بس هي زميلتك اللي اديتكوا السبورت ده؟ هبه بصراحه قالت لازم نغيب يعني، وحتى لو خسرنا مره بس المره الجايه يعني. برافو يا هبه، شجاعه، برافو عليكي. يعني هنخسر ايه؟ لو خسرنا هنخسر ايه؟ لكن نجحنا وطلعنا واتشهرنا، برافو يا هبه. بس احنا الحمد لله جروب كلنا الحمد لله كويس يعني. انت جميله، انت بتتكلمي عن زمايلك كمان. واو، برافو. كلهم بصراحه كلهم يعني تخصصات مختلفه. يعني معانا هبه كروشيه، وروان بتعمل طارات تطريز، واو، ونورهان صافي، وامنيه عبد الحليم بيعملوا ديكورات افراح واعياد ميلاد. والله العظيم انت جميله. انا عمري ما شفت ضيف. طبعا الناس بتطلع تشكر جوزي واخويا وبابا ومامتي وكل الناس. دول طبعا اهم طبعا حاجة دول في اساسي، دول اساسي وطبعا صح. لكن انا بقى طالعه فقره وبتكلم عن صحابي اللي ادوني سبورت وطلعت. برافو عليكي، انت نفسيا جميله، واكيد ده طبعا بيظهر معاكي في الشغل. ربنا يخليك. طيب مش عايزه بقى ادخل في مواضيع كتير. ده رايح اليابان. ده رايح اليابان يعمل ايه واحنا عايزين هنا؟ ايوه ممكن انا اوصله. طيب لسه كلنا والله عايزين نروح نوصله. قولي لي بقى ده ايه قصته؟ هي
شافت الحاجات بتاعتي وقالت لي انا مسافره لجوزي اليابان، فانا عايزه باللي جوه صح؟ اه اوكي. جوه هي عامله، هو على فكره جوزها شيف كبير، فهي عامله المحفظه دي لجوزها اسمه ايهاب. مبروك عليكي. بس الناحيه الثانيه بقى دي الوظيفه بتاعته. لا والله يا شيف. وجوه في الميداليه بتاعت الميداليه. انت كمان بتطلعي لهم التراث بتاعنا. طبعا يا جماعه اهرامات ونيفرتيتي وحاجات كده. برافو عليكي. شغلك هيوصل اليابان والله العظيم. احنا بجد جمال بجد والله العظيم. اصلا شكل البوكس فوق الرائع. احكي لي بتوصلي للشكل ده ازاي؟ والله هو في حد بيعمل البوكسات دي. اوكي برضه فنان بجد بنحييه جدا. بس التصميمات دي كلها انا اللي بختار، انا اللي بقف على حاجتي وبعملها. طيب ها المعروضات كلها. بصي هو موضوع الجلد ده انا الحمد لله. انت ده رسمك؟ انا مش واخده، انا مش واخده برضو عشان اقول للناس احنا بنقدر نعمل حاجات. برافو عليك. احنا انا نفسي مش واخده كورسات، انا مش واخده كورسات جلد. دي اكتر مسج انا بقولها في فيونكا وبيبيون الخمس مواسم دلوقتي، ان احنا مش شرط نكون اخذين كورسات، مش شرط تكون وظيفتنا، مش شرط نقع عشان نقف، مش شرط نسمع كلام الحاقدين والناس اللي مالهاش اي معنى والناس اللي بتقلس وخلاص والناس اللي بتهبهب كاننا مش سامعينهم. نكمل وطريقنا هنوصل للنجاح. ايه ده بقى؟ بصي دي قطعة خشب بالنسبة. انت بتتكلمي عنها كده كأنها يعني لا هو كدا؟ بالنسبة للراجل يعني سوري، هو الراجل اللي بيجيب من عنده خشب هو بيكون رميها. اوكي رميها، هو بيكون رميها. بس فانا حبيتها. لا انت بترمي ايه دي؟ بالنسبة لي كنز. برافو عليكي. بس دي بقيت عرفت سكته الراجل ده، بقيت اروح اجيب له عنده. حلو عمو ده يرمي الحاجة ويجي لنا. قولي لي طب التابلوهات دي بقى بتعمليها ازاي؟ او يعني بتجي لك الفكرة منين؟ اي جزء انا بحب الحاجات الطبيعية، يعني بحب الخشب الطبيعي، بحب الاجواء الطبيعية. فبجيب الجذوع وبرسم عليها وبلونها. برافو عليكي. معانا صور طبعا لشغلك عشان نبقى مفاهمين الناس انت بتعملي كم حاجات قد ايه، وكلها بصراحه الوان مبهجه جدا. قولي لي بقى الرسومات اللي على الجلد كلها، انا ممكن اختار الرسمه، ممكن اختار الشكل الفريم بتاع الشنطه يعني سيركل. تمام. انت بس بتقولي لي انت نفسك في ايه؟ وانت بقى الفانوس السحري. يعني انا مثلا بجد والله ممكن اكلمك اقول لك انا نفسي في كذا، نفسي في كذا، بس انا ما بحبش بقى بصراحه الحته عاوزه زي دي بالظبط. بتكلمش. انا ممكن على فكره دي مقوله المشاهير، بس ان انا ما بحبش اقلد حتى حاجتي، يعني حتى ما بعرفش. هي بتبقى روح كده بتجيلك انت بتطلعي الالهام بس. برافو عليكي. ما بتعرفيش تكرريها. يعني ممكن الشنطه اللي عليها رسمه حصان دي قعدت الونها اكتر من 3 ساعات ونص، اللي هو لا الحصان عاوز شغل تاني عشان يبين تفاصيله. قعدت اكتر، يعني قعدت كتير جدا. بتحلمي بايه يا هاله؟ بحلم بايه؟ بحلم بحاجات كتير. يعني انا يعني الحمد لله بحب كل حاجه، بس انا بحب الحاجات الهاند ميد، اي حاجه هاند ميد انا بحبها. يعني احنا الحمد لله بنقدر نعمل حاجات كتير. اخوكي بما انه خطاط بقى ممكن يساعدك في الحاجات دي؟ طبعا، هو يعني هو اللي بيخلي اي حاجه انا عاوزه اكتبها هو بيكتبها لي. ده انت مستغلياه. طبعا، يعني بجد احنا بنحييه جدا. على فكره هي الفكره اصلا جت منه، يعني هو كان جايب بورتفيل مامتي، وكان هو يعني كان واحده زميلته بتشتغل جلد. أوكي. فهو كان كاتب لماما اهداء على البورتفيل ده، فقلت له ايه ده؟ قال لي انا شاريه مبلغ كبير جدا. قلت له بجد؟ فالفكره جت من الموضوع ده. قلت له انا اعرف اعمل كده، بس ممكن اطلع حاجه احلى. قال لي طب خلاص يلا بينا. حلو. فروحنا اتفرجنا واشترينا الحاجه، وقعدت اقول يعني انا جبت الجلد بس مش عارف اعمل بيه ايه. قعدت احاول احاول لغايه يعني لما وصلت للنتيجه دي الحمد لله. برافو عليكي والله العظيم. محتاجه، حاسه ان انت محتاجه شغل على نفسك تاني، ولا انت حاسه ان انت بتطوري من نفسك وبتشوفي الجديد والكلام ده كله؟ لا انا بقى يعني لا اكيد محتاجه، يعني مفيش حد بيوصل لكل حاجه، اكيد انا محتاجه اطور من نفسي اكتر. بس الحمد لله برضو راضيه عن المستوى اللي انا وصلت. لا انا شايفه ان انت متجدده، يعني شغاله على الخشب وشغاله على ده وشغاله على ده. برضو فكره ان في ناس كتير بتاخد ان الجلد الطبيعي دي حاجه تراث وحاجه قديمه شويه. فاللي هو لا ده ستايل قديم. لا انا حابه ان هو يكون جلد طبيعي بس مواكب العصر اللي احنا فيه. يعني انت طلعتي الحاجات الاصيله اللي جوه مصر والشغل القديم، جلد طبيعي يعني هو نفسه حاجه قيمه على المودرن. تمام. ممكن يكون حاجه قيمه ومتينه وبتعيش معايا، ويعني ممكن تقع عليها ميه، ممكن تقع اي حاجه، بس
مستحمل معايا وفي نفس الوقت مودرن وماشيه مع الدنيا اللي احنا فيها. شكرا ليكي يا هاله. الله يخليكي، شكرا. بجد الحلقه خلصت جدا بسرعه، لكن احنا معانا حلقات كتير جايه ان شاء الله، هنقدم لكم قصص نجاح حلوه كتير. بشكر كل ضيوفي النهارده وبشكركم وحشتوني، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنطلع لايف بعد الحلقه دلوقتي على فيونكا وبيبيون، وهتوحشوني جدا الاسبوع الجاي. تابعونا على فيونكا وبيبيون على الفيسبوك وعلى مروه حسن على الانستجرام. بوسه وحضن كبير واشوفكم الحلقه الجايه. Thank you.